السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في سعيدة كويزين. اليوم راح ندير معكم جو تاع تشينا بحبة تشينا وحبة قارص وحبة سنارية. أول حاجة واش نديرو؟ الحبة تاع تشينا وحبة القارص، أنا راح ندير هنا زوج خاطر تشينا تاعي صغيرة، إذا تشينا تاعك كبيرة ديري حبة واحدة. هادو تحطيهم بليلة قبل في الكونجيلاتور أو في المجمد حتى يتكونجلاو، والغدوة هذيك تخرجيهم بعشر دقائق ولا ربع ساعة قبل ما تبداي ديري هذا الشيء. ونحتاجو حبة سنارية مقشرة ومنقية، نحتاجو لتر ماء، واحد لتر من الماء. واش راح ندير؟ راح نقص هاد المقادير هادو الثلاثة، نصب المقدار تاع الماء في مرميطة، واحد لتر، ونقصهم مش شرط تقصيهم صغار ولا قد بعضهم، قصيهم عشوائي. طبعا بعد راح نرحيو كلش. تشينا والقرص راح نقصوهم بالقشرة تاعهم، وشيه نحيو برك البذور. تشوفي كش ما تلقي فيها بذور نحيهم. حطيت الثلاث مكونات مع الماء، ودروك راح نزيد لهم هذا المقدار تاع السكر، كاس سكر، نحطهم على النار نخلط شويه باش يذوب هذاك السكر، وكي يبدا الماء يغلي نقص له النار خلاص، خليه يطيب على نار هادئه لمده 20 دقيقه، ومن بعد نرحيه كلش. خليتهم على النار 20 دقيقة، ومن بعد دركا رايحين نمكسي كلش. رحيته مليح يجيك هكا خاثر. دركا واش راح ندير له؟ راح نصفيه، ومن بعد نزيدو الكميه تاع الماء والكميه تاع السكر على حسب الذوق، نتوما كيفاه تبغيو يجي الجو تاعكم. صفيها هكا في صفايه تكون رقيقه، وكما قلت لك من بعد تزيدي الكميه تاع الماء وتذوقي ثاني اذا بغيتي تزيدي السكر، الماء والسكر على حسب الذوق. صفيت الجو تاعي، ومن بعد زدت له كميه من الماء، انا زدت له لتر وربع، واحد لتر وربع من الماء، السكر ما زدتش، وهذا كما قلت لك على حسب الذوق، الماء والسكر على حسب الذوق. وللملاحظه هذا الجو او هذا العصير يجيك شويه مر، هذيك القشره تاع القارص وتاع تشينا هي اللي تعطي هذيك المروره. اللي ما تحبش العصير تاعها يجيها مر، تقشر تشينا وتقشر القارص قبل ما تطيبهم. ان شاء الله تكون عجبتك لاغوسات تاع اليوم اللي كانت تاع الجو تاع حبه قارص حبه تشينا وحبه سناريه. تشربوه بالصحه والهنا، ونتلاقاو في فيديو جاي باذن الله.